أهلا بكم في قامات موصلية، شخصية تاريخية إسلامية. هو عرفجة بن هرثمة البارقي، أول من خطط لبناء مدينة إسلامية في الموصل وأسكن فيها العرب. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ والدكتور هاشم الملاح، الأستاذ متمرس في كلية الآداب لجامعة الموصل وعضو المجمع العلمي العراقي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا أهلا ومرحبا. أهلا أستاذ عبد الرحمن، شرفتنا. يسعدني أكون معاكم. أنا الأسعد. هلا. مشاهدينا الكرام، نروح معاكم إلى ريبورتاج عن قامة اليوم، ثم نعود لنستهل الحوار فيما بعد. ابقوا معنا. عرفجة بن هرثمة البارقي هو عرفجة بن هرثمة بن عبد العزيز بن زهير بن ثعلبة البارقي، ويعرف كذلك باسم هرثمة. ولد في سنة 592 ميلادية، صحابي جليل وقائد عسكري كبير ووال معروف وسياسي متمكن ورجل دولة من الطراز الأول. هو أول من اخطط الموصل وأسكنها العرب، وكان على رأس قوات الفرسان في جيش الفاتحين للموصل بقيادة عبد الله بن المعتم. بعد الفتح تولى إدارة الموصل ربعي بن الأفكل العنزي، وعمل عرفجة إلى جانبه في الخراج. وفي سنة 22 هجرية، أي سنة 642 ميلادية، ولي الخليفة عمر رضي الله عنه هرثمة على ولاية الموصل، واستمرت ولايته حتى سنة 34 هجرية، أي سنة 654 ميلادية. اقترن أمر إعادة تخطيط مدينة الموصل وتعميرها باسمه. أنزل عرفجة بن هرثمة العرب منازلهم واختط لهم المحلات، ثم وسع المسجد الجامع. خاض الكثير من المعارك والغزوات والحملات العسكرية على الإمبراطورية الفارسية الساسانية، وكان أول قائد عربي في الإسلام ركب السفن غازيا بلاد فورس. وتوفي هرثمة في سنة 654 ميلادية. أهلا وسهلا بكم من جديد. لمعرفة المزيد حول حياة عرفجة بن هرثمة البارقي، علينا أولا أن نتكلم عن نشأته في هذه الفقرة الأولى. أعود إليك دكتور في سؤال أول عن هذا الاسم. صراحة يعني أنا شخصيا أول مرة يمر علي عرفجة بن هرثمة البارقي، لماذا هذا الاسم وكيف؟ في الحقيقة هو اسم مثل ما تفضلت، نعم. ما مألوف بالنسبة لنا، لأنه اسم عربي جاهلي بدوي، فبالتالي لا ينسجم مع ذوقنا المعاصر. فأنا هذا حملني أن أرجع إلى معاجم اللغة لمعرفة ما معنى هرثمة وما معنى عرفجة. طيب، فوجدت أن كلمة هرثمة هي أحد معاني الأسد، مثل ما نقول هزبر، ليث. فالعرب كانوا يسمون بهذه الأسماء يعني على أمل أولادهم يكونون فرسان وأبطال ثوري. اسم ثوري، أي قوي، عرفجة قوي، هرثمة قاتل، قاتل مقاتل، فابنه أسد، فهو سمانه هرثمة يعني أسد. فإذا المعنى جميل بالنسبة له، وحتى لنا الآن بعد ما نفهم معناه، أن واحد يجي يسمي ابنه هرثمة بعد ما يفهمه أن هذا أسد، نعم جيد. يعني بس احنا اسماءنا الفناها، يعني على سبيل المثال انا شخصيا هاشم هم اسم يبدو غريب، بس انا من الابتدائي المدرس علمني، قال لي ابني هاشم يعني ذلك الشخص الذي هشم الثريدة لقومه، فمعناها الرجل لا. الكريم، انت كريم، حبيت الاسم، وكل الناس تعرف هاشم وبني هاشم، واسم على مسمى. انت شخصيه كريمه، اي. فاذا هرثمة
هرثمة أسد، ومن لا يحب أن يكون ابنه أسدا؟ أكيد. نجي على عرفجة. عرفجة في معاجم اللغة نبات صحراوي ينبت بشكل تلقائي طبيعي بالصحراء. عرفجة. والجمال تقتات عليه، وبعدين هذا النبات مثل الشجيرة ينبت منها زهرة، هذه الزهرة جميلة وذات رائحة زكية، بحيث أن دولة الكويت المعاصرة اختارت هذه الزهرة وجعلتها جزء من شعار الوطني، وضعتها في شعار الوطني، والكويت تحمي هذه النبتة، ودول الخليج كذلك، والسعودية والعراق، فإحنا بحاجة إلى تكثير العرفجة ونبات العرفج. نعم. فإذا يمكن الفلاحين والزراعين أن واحد يسمي ابنه عرفجة. نعم. شيء جيد، مثل ما نسمي الآن نرجس وزهرة وغيرها من الأسماء، الورود الجميلة والنباتات الجميلة. فتلحظ إحنا لما نفهم المعنى ونذوقه يبقى اسم طيب وجيد. فهرثمة ابن عرفجة أو عرفجة ابن، يبقى السؤال اللي طرحت لي وهو عرفجة ابن هرثمة ولا هرثمة ابن عرفجة؟ نعم. الحقيقة المصادر التاريخية اللي بين أيدينا تعرف أغلبها نقلت المعلومات عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الجاهلية عن طريق الرواية. حدثني فلان عن فلان عن فلان، وهذه لم تكتب في الكتب إلا منذ القرن الثاني الهجري والثالث وما بعده. فإذا تحتمل التقديم والتأخير والتصحيف، مثل ما احنا نغلط الآن بتواريخ ولادتنا، لأن قبل 500 سنة ما كانوا يسجلون في النفوس. نعم. فعلى سبيل المثال محمد بن الكلبي يذكره هرثمة، هرثمة بن عرفجة. هل هي صفة مجازية؟ لا لا، هو اسمه هرثمة بن عرفجة. فابن الكلبي هو من أقدم الإخباريين العرب، يورده هكذا، يأخذ عنه البلاذري. نعم. اللي عاش في القرن الثالث الهجري. نعم. فيكتب عنه هرثمة بن عرفجة. إذن ما هو رأيك؟ لكن بعده يجي الطبري. طيب هذا قال الطبري، يقول عرفجة بن هرثمة، بس ما يعلل، يكتب في الأحداث عرفجة بن هرثمة. عرفجة بن هرثمة. يجون آخرين يأخذون عن الطبري يرددون نفس كلام الطبري. الطريف أن ابن الأثير في كتابه الكامل وأسد الغابة تارة يسمينه هرثمة وتارة يسمينه عرفجة، وبدون أن يتوقف يتساءل يا بأي الصح. أنا أثناء الاطلاع احتجت وقت حتى أحتفظ. إيه أنا لما يعني هيأت نفسي لهذه المقابلة سألت نفسي هذا السؤال، يا ما يصير، يا هرثمة يا عرفجة. أنا أبحث عن رأيك الشخصي. فترجح عندي أنه هو هرثمة ابن عرفجة. نعم. فهو أسد هرثمة. نعم. ابن عرفجة. اللي يرجح عندي هذا الرأي أن أقدم الرواة كانوا يذكرون اسمه هرثمة. هرثمة. اثنين، هو بعد ما توفى أولاده أحفاده في الموصل. نعم. في العصر الأموي كانوا يسمونه الهراثمة. هل هم الهراثمة؟ هل أثر موجود؟ فإذا نعم يسمونه الهراثمة، يعني أولاد هرثمة، ما أولاد عرفجة، أولاد هرثمة. فشهرة العائلة الهراثمة، فعلى هالأساس سميته هرثمة. يترجع عندي أنه هرثمة. هرثمة. طيب. ابن عرفجة. طيب طبعا أنا جدا أشكرك على هذه البداية الجميلة لهذه الشخصية هرثمة. طبعا بداية الحلقة قلت عرفجة بن هرثمة، فبعد ما أنا عرفت أشنو أساس رأيك الشخصي بهرثمة، فأثبت على هرثمة البارقي أفضل. نحن راح نبدأ بالأسئلة اللي عن النشأة، خلينا نقول فمحل الولادة، النشأة كيف كانت، لو تتكلم لي شوية عن بداية هذه الشخصية كيف عاشت وكيف كانت الولادة والمحلة. ربما يعني قليل وصلنا من المعلومات، لكن هل اللي أنت عندك الإلمام عن هذا الشخص؟ تفضل. والله احنا تعرف ما عشنا بذاك الزمان، نعتمد على الكتب. أكيد. الكتب تشير إلى أنه هو هرثمة البارقي، هرثمة بن عرفجة البارقي. فإذا هو من بارق، عشيرته قبيلة بارق. قبيلة بارق
هي قبيلة من قبائل الأزد. نعم. وذولا قبائل يمنيين. نعم. ويترجح أنه هو كان يعيش في منطقة عمان. عمان وحضرموت وهالمناطق هذه. فهو من سكان هذه المناطق. تاريخ ولادته تشير بعض المصادر إلى أنه ولد في سنة 30 قبل الهجرة. قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واستمر بعد الهجرة 34 سنة، فمات سنة 34 هجرة. هيدا عمره بالستينات. فيكون عاش 64 سنة. فهو نصف من حياته عاش قبل الإسلام. والنصف الثاني عاش في الإسلام. فهذا هو هرثمة. في نشأته الأولى بين قومه، هو ولد من عائلة يبدو ذات سيادة وسلطة. فكانت عائلته بارقة، عائلة ذات شرف وسيادة وكذا في القبيلة. وين تشتهر هاي العائلة؟ هو راح أعطيك. هو تعيش في عمان، في عمان في الجنوب العربي. فحصلت مشاكل في داخل القبيلة، هو كان طرف فيها. فاضطرت العشيرة لفض النزاع، طلبت منه أن يعتزل عشيرته. فانتمى إلى عشيرة أخرى اسمها أو قبيلة أخرى اسمها بوجيلة. ماذا اسمه؟ بوجيلة. 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 نعم. فأصبح بوجلي الانتساب. لكن لما انتسب إلى بوجيلة ما أصبح رجل تابع مستضعف أو ما إلى ذلك، يعني مولى. إنما أيضا أصبح سيد في بوجيلة. يعني بوجيلة سيدونه. فليش هو سيد في قومه؟ وسيد في بوجيلة معناه هو كان رجل غني شريف، وأيضا كان شجاع مقاتل فارس، فارس بارز. منو ما يريد واحد غني وشريف وقوي مقاتل؟ فطبعا أصبح سيد بينها. ما هي المجالات اللي كان يتحرك بها في هذه الفترة؟ تعرف منطقة عمان تقع على الخليج، تقع على البحر العربي، وتقع جزء منه على الخليج العربي، فهي ساحل بحري. فهذولا كانوا يشتغلوا بالسفن. يعني البارقة تقصد؟ بارقة. نعم. البارقة اللي كان منتمي إلها هو. وبوجيلة أيضا. البارقة بوجيلة. كانوا يشتغلون بالتجارة البحرية. قومه اللي في عمان. عمان ما بدوا. ما بدوا. أهل المدينة مثلاً. إيه كانوا يعيشون على الساحل على البحر. طيب. ويشتغلون في تجارة السفن اللي تبخر إلى الهند وإلى بلاد فارس، وهو كان يساهم في الغزوات والحروب اللي تقع في البحر. وهذا راح يعطينا أو راح يعطينا دور في الإسلام، أن يكون أول من غزا في البحر من القادة الإسلاميين. هاي صفة من صفات هرثمي. هرثمة. نرجع، ما الذي حمل هرثمة وهو بهذه الوضعية والمكانة أن يطلع إلى المدينة المنورة وإلى الإسلام؟ طيب. ويدخل في الإسلام. هنا هذا السؤال راح أسبق بسؤال. طبعا دكتور، إحنا ما ممكن أنه نلقي شخص قرأ عن هذه الشخصية بالعراق أكثر منك، ففرصتنا اليوم تستثمر وجودك معنا في البرنامج. كيف تعلم هرثمة في صغره؟ هل وصلك بعض المعلومات عن هذا الموضوع؟ هل اللي تعرفه عن تعليمه في صغره؟ والله أنا اشتغلت على هذه المواضيع من قبل أكثر من 30 سنة. فأنا ألفت كتاب الوصيت في تاريخ العرب قبل الإسلام، وألفت كتاب الوصيت في السيرة النبوية الخلافة الراشدة. طيب. وكنت رئيس تحرير موسوعة العراق الموصل الحضارية، كتبت في الجزء الثاني بحث وتكلمت عن هرثمة. ما شاء الله. عن هرثمة. فإذا أنا أتحدث الآن عن هرثمة يعني لست غريبا عليه، وهو ليس غريبا عليه. فيبدو الأجواء اللي كانت سائدة في اليمن في تلك الفترة أجواء فيها صراع فكري وعقائدي. فاليمن في هذه الفترة العرب البشركين كانوا بدأوا يميلون للتوحيد ويعبدون الإله ذي سماوي ويسمونه الرحمن. لا. فإذا بدأوا يغادرون الشرك ويتطلعون إلى عقيدة التوحيد. في هذه الفترة
انتشرت اليهودية في اليمن وانتشرت المسيحية في اليمن، والفرس أيضا كانوا مجوس يصرون بالعقيدة المجوسية، فشخص يعيش في هذه الأجواء فلا بد أن يعيش صراع فكري. في إطار هذا الصراع الفكري يبدو أن هرثمة سمع بالإسلام فبدأ يسأل عن الإسلام ويحاول التعرف عليه، فقلبه مال إلى الإسلام، فلم يدخل لا في يهودية ولا مسيحية، ولم يتمسك بالوثنية العربية القديمة، وقرر أن يذهب إلى المدينة مع جماعة من قومه لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الأرجح أنه ذهب إلى المدينة قبل فتح مكة حدود سنة 7 هجرية. إذن حظي المسلمون في انضمامه معه، فأسلم مع قومه وبالتالي أصبح صحابي. ماذا بعد الدخول للإسلام؟ ماذا حصل للهرثمي؟ هرثمة عفوا. هل بعد أن أسلم هرثمة عاد إلى قومه، وكما هو القاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مدينة مكة طيب، وأعلن أنه لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، فكل قبيلة تمسكت بمكانها وتحاول تنشر الإسلام هناك. نعم. هذه في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذه الفترة بدأ يظهر المرتدين والأنبياء الكذابين، وظهر في اليمن كما ظهر في الحجاز وشمال الجزيرة العربية. فهرثمة يبدو بدأ يدخل صراع مع المرتدين والخارجين على الإسلام. نعم. ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فازدادت الفتنة وازدادت حركة المرتدين قوة، فاضطر أن يسافر من اليمن إلى المدينة المنورة ويلتقي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويتفقون على كيفية مقاتلة المرتدين ومنع الدولة الإسلامية من التفكك. فعهد أبو بكر الصديق إلى هرثمة بأن يقود إحدى الكتائب العسكرية الكبيرة ويذهب إلى قومه في عمان. يعني إذا فاتحا مع الإسلاميين، ما فاتحا هنا، وإنما مقاتلا من للرد للمرتدين ومن أجل المحافظة على وحدة الدولة. مع من؟ على وحدة الدولة. نعم. من من الصحابة كانوا معه؟ قومه من بارق. طيب. ما مذكر أسماء، لكن هو كان القائد. طيب، هو أبرز شخصية بين بعد البارقين. أن انتهت هذه العملية بالنجاح، رجع انتقل إلى المدينة المنورة وبدأ يشارك في حروب المرتدين في منطقة البحرين. هذه الحروب انتهت بالانتقال إلى جنوب العراق. أها، إذن هنا دخلنا العراق. أي. فهكذا احنا كان مقاتلا هرثمة في الجيش الإسلامي. طيب، راح ننتقل إلى العراق، وكيف كان فاتحا في هذا البلد؟ في العراق أول من بدأ عمليات التحرير والحرب هما بنو شيبان. نعم. وقودهم كان المثنى بن حارثة الشيباني، وهذول كانوا في صدام مع الساسانيين والفرس قبل الإسلام. نعم. ومشهورة معركة الذيقار بين العرب والفرس. فجاء المثنى إلى أبي بكر وقال له: يا أمير المؤمنين، استعملني على قومي. احنا نكمل بعد الفاصل. اسمح لي. مشاهدينا الكرام، فاصل سريع وراجعين. عودة معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نكمل ما تبقى من الفقرة الأولى حتى بعد الإجابة ننتقل إلى فقرة ثانية من هذا الحوار. طبعاً أعود لك دكتور هاشم في سؤال يقول: لماذا وقع الاختيار عليه كأحد الفاتحين في أو لمدينة الموصل؟ لماذا؟ تفضل. في الحقيقة هو يعني الاندماج العميق في الفتوحات أولاً بدأ بعد معركة الجسر كما قلت لك، لأن المسلمين بدأوا يشعرون بالتهديد والخطر
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ سياسة جديدة وهو أن يحشد أكبر كمية من المقاتلين والفرسان من جزيرة العرب ويقذف بهم في العراق كي يستطيع مواجهة الإمبراطورية الساسانية. فحتى المرتدين اللي رجعوا للإسلام جندهم، وكان من جملة القبائل المهمة اللي ساهمت في الفتوحات قبائل اليمنية، وعلى رأسها قبيلة بارق وقبيلة بجيلة. فعمر الخطاب رضي الله عنه اختار هرثمة ليكون قائد لهذه الجيوش، فأراد أن يضعهم على رأس البجيليين. البجيليين أيضا عندهم قيادات، قالوا له لا إحنا قياداتنا أولى. فذكرهم عمر أن هذا أفضلكم وأقدمكم وأكثرهم، وهذه لم يستجيبوا فجعلوا قائد على بارق. فاندفعت هذه الجيوش من جزيرة العرب إلى العراق. وكي لا أطيل عليك وعلى المستمعين، لو أردت أن أتتبع جميع المعارك اللي ساهم فيها هذا الرجل العظيم لطال الحديث، لأنه قاتل في معركة البويب وحقق انتصارات بارعة وكبيرة على الساسانيين، ثم رجع ذهب إلى جبهة البصرة فقاتل في فتح الأبلة وتمصير مدينة البصرة. ثم رجعوا استعانوا به فأرسلوه مرة أخرى إلى البحرين مع العلاء الحاضرمي لمقاتلة جيوش الفرس هناك. وفي هذه المعارك خاض معارك بحرية على السفن، ولهذا يعد هو أول من غزا في البحر. وهذه ميزة له، أول من غزا في البحر. بعد كل هذه الانتصارات أرسل إلى سعد بن أبي وقاص للمساهمة في معركة القادسية المشهورة. وفي معركة القادسية وعلى رأس 700 مقاتل من قومه قاتلوا قتالاً مريراً وقوياً، حتى عليهم بالسيوف؟ بالسيوف والرماح. لا هو فارس ويركب حصان، إذن فهذول يشبهون الدروع في الوقت الحاضر. لا فالفرسان يتقدمون الجيش ويكونون أهم عنصر هجومي ومقاتل. فهو كان على قيادة الفرسان. بعد نصر القادسية وفتح المدائن، الروم البيزنطيين اللي كانوا يحكمون الموصل ويحكمون تكريت شعروا بالخوف وحركوا قواتهم من الموصل إلى تكريت استعداداً لدخول هجوم، لدخول معركة مع الموصل. هنا سيبدأ دور هرثمة مرة أخرى في جبهة تكريت الموصل وتحرير الموصل. إذن بدأ في تحرير أو فتح العراق من الجنوب في البصرة كما ذكرت، معركة القادسية إلى آخره، حتى وصل إلى تكريت ثم الموصل. هنا مغزى الكلام. طبعا في سنة 16 سعد بن أبي وقاص كتب إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، قال له إن الأنطاق القائد الروم تحرك من الموصل إلى تكريت وفي نيته أن يهاجمنا، فماذا نفعل؟ فكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سير قوة من عند الجيش إلى تكريت وقاتلهم هناك، وإذا انتصرتم عليهم في تكريت توجهوا إلى الموصل. فاختار ابن المعتم عبد الله بن المعتم قائد لحملة مؤلفة من 5000 مقاتل، ثم اختار قائد آخر يكون على رأس الجيش، ثم اختار هرثمة ليكون على رأس الفرسان. هذه القوة توجهت إلى تكريت، وبعد 40 يوم من القتال للروم تحصنوا في قلعة تكريت. فكانوا يخرجون للقتال ويرجعون والمسلمين يهاجموهم. المسلمين لجأوا إلى الحيلة، كان يقاتل إلى جانب الروم بعض القبائل العربية المتحالفة معهم اللي هم النمر وتغلب وقاصط. فالعرب اتصلوا بهم وقالوا لهم نحن قومكم وجئنا نحرركم، فلماذا تقاتلون مع الروم؟ وفعلا هم كانوا يعني الروم يستهينون بهم ويعاملهم معاملة سيئة وكأنهم مرتزقة. فمالوا إلى العرب وأخذوا يعطوهم معلومات عن القلعة، فكان الروم كل ما يخرجون لمعركة يخسروها. بعد اكتشفوا أن ظهرهم مكشوف فبدأوا يهربون،
والمسلمين قاموا بهجوم صاعق عليهم فخسروا معركة تكريف وتركوا القلعة. المسلمين هنا أيضا بادروا إلى حيلة أخرى. في تكريت أم في الموصل؟ من تكريت إلى الموصل. من تكريت إلى الموصل. فأرسلوا مجموعة من أبناء القبائل العربية المتحالفين مع الروم، قالوا لهم وصلوا الموصل قدامنا بسرعة، وقلوا لهم للحرس مال الحصنين أنه إحنا انتصرنا على المسلمين، وفتحوا الأبواب وما ظل شيء، خلصت الحرب. فلما وصلوا وبشروه قالوا لهم إحنا انتصرنا وفتحوا الأبواب، وصل هرثمة ها ومن معه من المقاتلين ودخلوا المدينة، فأسقط في يد المقاتلة الروم، فقسم منهم هربوا وقسم منهم استسلموا، والمسلمين منحوهم الأمان والسلام. جاء عبد الله بن معتم قائد الجيش فمنح الجميع السلام والأمان، وقال اللي يريد يحتفظ بدينه يبقى على دينه بس يدفع لنا الجزية والخراج، واللي يدخل ديننا فله ما لنا وعليه ما علينا مساواة، واللي يعني يريد يترك المدينة ويطلع خليه يطلع. وهكذا استقر الوضع، فأصبح يعني هرثمة في هالفترة والي على الخراج، والي على الخراج. والموصل طبعا كان فيه حصنين، الحصن الشرقي اللي هو نينوى اللي الان نعم. فوق منطقة في الجانب الايسر قلعات، في الجانب الايمن، اما الجانب الايسر نعم. النبي يونس نعم، احنا شاهدنا سور القلعه القلعه الموجوده على جامع النبي يونس، هي القلعه الشرقيه الشرقيه نعم. نهر دجله، اذا وقفت على نهر دجله نعم. على شرقك يكون نعم. نبي يونس تمام، وعلى غربك تكون الموصل القديمه اللي فيها قلعات. فهاتي القلعتين دخلت سلبت أمرها وتولى المسلمين في هذه الفترة تنظيم أمورها وإدارتها. وهنا سيبدأ الدور الإداري لهرثمة في إدارة الموصل. إذن هكذا فتحت مدينة الموصل على أيدي المسلمين سلما بدون أن تسفك دماء، فهو فتح أبيض. لا طبعاً، في سؤال أختم به الفقرة هذه الأولى، ويقول هذا السؤال: ما هي الأهمية الاستراتيجية التي كانت تمثلها مدينة الموصل بالنسبة للدولة الإسلامية الناشئة آنذاك؟ يعني الموصل موقع استراتيجي لأن هي تسمى قاعدة منطقة الجزيرة، هي منفتحة على شبه الجزيرة، على الجزيرة الفراتية اللي تقع بين دجلة والفرات كلها البادية، ومنفتحة أيضاً على شمال الموصل كلها وشرقها، فهي القاعدة العسكرية المنفتحة على هذه المناطق توصل المناطق. فلهذا كثيرين سموها الموصل لأن تصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فهي نقطة عقدة استراتيجية. فالمسلمين كان يهمهم في هذه المكان أن توجد مدينة وأن يكون فيها قاعدة عسكرية قوية، فاتخذوا من الموصل قاعدة. لكن الموصل أيام الفتح كانت قلعة قلعة قلعة، وحول بعض البيع مع النصارى وبعض البيوت لهم، وأيضا محل لليهود، وربما كان بعض المجوس فيها، وأكو مجموعة قبائل عربية تعيش فيها. يعني لو حاولنا نتخيل أشقى سكان الموصل في تلك الفترة يمكن ما يتعدون الآلاف. فلما المسلمين قرروا يحولوها إلى قاعدة لها، عمر بن الخطاب عين هرثمة سنة 22 هجري والي على الموصل، أصبح والي له السلطة الكاملة على المنطقة، وحيستمر والي أكثر من 12 سنة إلى وفاته. هذه الفترة أتاحت لهرثمة أن يخطط الموصل ويسكن فيها المقاتلة وعوائلهم ويبني فيها المسجد الجامع، وبالتالي تحولت إلى مدينة ذات طابع عربي إسلامي. إلى جانب القلعة الحصن القديم لم يمس سكانه بأذى، لم يستولي على أراضيهم أو يعني بيوتهم خارج السور، خارج القلعة، خارج القلعة بنى هذه البيوت، وهكذا أصبحت الموصل، وراح تظل تتوسع إلى أن يجي العهد الأموي فتصبح مدينة يسكنها حوالي 100,000 نسمة. والجامع اللي بنانه هو أيضا راح يوسعونه ويطورونه، وراح يستحدثون سور آخر
للمدينة فيسميه سورين، السور الداخلي مال للقلعة والسور الخارجي للمدينة، وهكذا ستصبح الموصل إحدى قواعد الإسلام البارزة. ومن هنا تبدأ مكانة هذا الرجل بالنسبة للموصل ولأهل الموصل على مدى الأجيال، فهو في الحقيقة يعتبر مؤسس مدينة الموصل في طابعها الجديد، الطابع العربي الإسلامي. وأبناؤه وأحفاده كانوا يسمونه الهراثمة، وكان هم يصلون أئمة في المسجد الجامع، وكان الوالي الأموي يصلي خلفهم، فلهذا كان يفخر أنه يصلي وراء الهراثمة. ألا يستحق هرثمة ابن عرفجة البارقي أن يكرمه أهل الموصل بأن يجعلوا له مثلاً نصباً أو تمثالاً بارزاً يشير إلى هذا الرجل البطل القائد المؤسس في تاريخ العرب والإسلام؟ طبعاً أنا يسعدني أنه أنا أستمع إلى تاريخ الموصل كيف فتحت وكيف بنيت ونحن فيها حالياً، طبعاً ننقلها للمشاهدين من خلال الشاشة. أنا ممتن على ما تكلمت به وعن هذا الإلمام الواسع عن هذه الشخصية وعن هذا التاريخ. طبعاً دكتور أنا هسه راح أبدي بالفقرة الثانية، ولعلم ملاحظ مشاهدينا طبعاً الفقرة الأولى توتا خلصت لكون أنه هذا التاريخ يعني بمطارح ما ممكن أنه إحنا نتعداها، فأبدي الفقرة الثانية اللي راح نتكلم بها عن المسيرة الخاصة بهرثمة البارقي. طيب سؤاله يقول تم اختياره كمساعد لوالي الموصل ومسؤول على الخراج بعد الفتح، هل كلمة خراج لفظها صحيح؟ نعم نعم. ما هو سبب هذا الاختيار؟ تعرف أنا بالبداية قلت لك أن هذا سيد في قومه، طيب، وكان رجل غني وتاجر ويعمل في تجارة السفن البحرية وما إلى ذلك، فضلا عن أنه كان فارس ومجاهد ورجل صاحب عقل ورأي. فإذا الدولة لما تريد تنظم منطقة من الناحية المالية والإدارية، من تختار؟ لابد أن يحمل مواصفات من هذا النوع من المواصفات. لا. فعهد إليه في هذه الفترة الانتقالية، لأن الموصل كان بها نظام وضعه الفرس، وجوب عدو مروم، فرض ضرائب على الأرض الخراجية، وكانوا يأخذون ضرائب من الناس، فلا بد أن الناس يحسون بعدالة المسلمين، فلا بد أن يعاد النظر بهذا النظام المالي ويضبط وينظم بحيث يعني يلبي حاجات الدولة لكن يحقق العدالة للناس. وهذا ما حاولوا هرثمة، لكن مدة هرثمة في وظيفة الخراج لم تسترقص 6 أشهر. لا. ثم أن الدولة احتاجت هرثمة في جبهة البصرة وفي جبهة الأحواز، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه نقله سنة 17 من الموصل وذهب إلى تلك الجبهة، واستمر 5 سنوات إلى أن عادوا مرة أخرى سنة 22 ليكون والياً على الموصل. كيف جمع البارقي أو هرثم البارقي جمع بين الجهاد والإدارة، كيف ذلك برأيك؟ هو من البداية كما قلت لك هو مقاتل وفارس، مقاتل وفارس وإداري، وإداري، فجمع بين الاثنين، فهو كان يقود يعني خيل المسلمين، طيب، وحارب كما قلت لك في حروب الردة وفي حروب الفتوحات كلها. نعم. الدكتور ما هي الإعطافة التي كانت في مسيرة هرثم البارقي؟ والله إذا أردنا أن هل كان هناك إعطافة فعلاً؟ أي يعني الإعطافة الأولى طبعاً دخوله في الإسلام، دخوله في الإسلام هي الإعطافة الأولى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي، الإعطافة الأولى. الإعطافة الثانية أنه ساهم في حروب الردة، وبالتالي ساهم في وحدة الدولة الإسلامية وترسيخ الإسلام. الناحية الثالثة مساهمته في الفتوحات، فتوحات العراق. نعم. وكل المعارك اللي دارت من البصرة إلى الموصل هو اللي هو مساهمات فيه. عظيم. نعم. ورابعا كان هو من الرواد في الحرب السفن، والعرب ما كانوا يجيدون هالنوع من الحروب، فهو معركة نهاوند اللي هي كانت المعركة الختامية للصراع مع الدولة الساسانية واللي أنهت الدولة الساسانية
كان هو أحد أبطال معركة نهاوند. لماذا تم اختياره كوالي مدينة الموصل؟ والله هو عمر بن الخطاب عبر عن رأيه في هذا الرجل من البداية، يعني من بداية الفتوحات لما أراد يختاره ويسوي يجعله قائد على بجيلة واعترضوا. هذا الرجل أسبقكم إسلاماً وأسبقكم هجرة وأسبقكم في الجهاد، وبعد كل هذا هو ذو رأي ونكاية في العدو، فلهذا لابد أن نعتمد على قدرته على إعطاء الرأي، فهو صاحب رأي، يعني هو ما مجرد مقاتل ولا مجرد شخص مؤمن، إنما هو صاحب عقل صاحب دهاء. ولهذا عمر بن الخطاب أمر عتبة بن غزوان والي البصرة أن يستشير هرثمة في كل الأمور، ما شاء الله، وبالتالي هو ساهم في تخطيط البصرة أيضا قبل ما يخطط الموصل. للبصرة تخطيط كمدينة، كمدينة فقط مدينة إسلامية، لا كمدينة، كمدينة. هو ساهم إلى جانب عتبة بن غزوان في تخطيط مدينة البصرة، بعدين لما جاء للموصل خطط مدينة الموصل. فإذا نحن أمام تجربة متواصلة، وهي تجربة المسلمين في تخطيط الأمصار. نعم طبعاً. أنتقل إلى فاصل حتى نرتاح شوية ونكمل حوارنا. مشاهدينا الكرام نروح معكم فاصل وراجعين. عودة معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ولا زلنا في الفقرة الثانية. عودة لك دكتور هاشم. طبعاً القصة مشوقة بشكل، أنا من على استمع لك أنا مستمتع بصراحة من دون ما أجامل، بس عندي أسئلة أتمنى نكون محددين بإجابتها حتى نربح وقت أكثر. دكتور، هل قاد هرثمة معارك أثناء ولايته لمدينة الموصل، وما هي؟ نعم. في سنة 29 هجرية المسلمين كان عندهم المعارك الأخيرة لتحرير شمال الدولة الساسانية، يعني أذربيجان وما حول من هذه المناطق، فطلبوا من هرثمة أن يلتحق بما لديه من قوات في هذه الجبهة. فسنة 29 وهو كان والي على الموصل، قاد قوة من الموصل وذهبت إلى أذربيجان وغيرها من المناطق، وقاموا بعمليات حربية حتى تمكنوا من تحرير هذه المناطق كلها اللي أقاصي إيران. وبعد أن انتهى من هذه العملية وبتنسيق مع الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، قرر أن يسحب قوة مؤلفة من 4000 مقاتل ويسكنهم في مدينة الموصل. فأقنع هؤلاء المقاتلين واللي أغلبهم من أصول يمنية أن يسحبونه إلى الموصل ويستقرون في مدينة الموصل، ويشكلون هي القاعدة العسكرية لمدينة الموصل، وأصبحوا هم فيما بعد هم آباء وأجداد أهل مدينة الموصل. طبعاً سؤال آخر يقول: تشير المصادر إلى أن أبرز الغزوات والحملات العسكرية التي قادها هرثمة استهدفت الإمبراطورية الفارسية، ما هو السبب وراء ذلك؟ هي الإمبراطورية طبعاً في ذاك الوقت كان اسمها الإمبراطورية الساسانية للفارسية، كانت هي بلاد فارس، كانت تحكمها الإمبراطورية الساسانية. هذه الإمبراطورية الساسانية كانت ما بس تحكم بلاد فارس، إنما تحكم العراق والمدائن، اللي هي الآن في منطقة كسرى وقريبة من بغداد، كانت هي عاصمتهم، عاصمة الدولة الساسانية. نعم. فإذا يعني وكان دولة المناذرة في جنوب العراق هي خاضعة لحكم الساسانيين. فتلحظ إذا الفتوحات لما اتجهت للعراق، يعني الفرس هي أطراف لهم، الفرس نعم، الفرس أطراف للساسانية آنذاك. وما بس الفرس، يعني هي بلاد إيران نعم يسكنون بها فرس ويسكنون بها طيب أقوام أخرى، لكن كان هم العنصر الغالب. نعم. والحكام كانوا بني ساسان، فلهذا يسموها الإمبراطورية الساسانية. نعم. لهذا السبب فالمسلمين دخلوا في حرب مع الإمبراطورية الساسانية لأنها كانت تحتل العراق. نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمنى أن ينسحبوا من العراق ويعيشوا في بلاد فارس،
كان يقول اللهم اجعل بيني وبينهم جبلا من نار، لكنهم لم يوافقوا على التوقف عن القتال بعد أن هزموا في العراق، واستمروا يهاجمون المسلمين، فاضطروا المسلمين أن يدخلون في بلاد فارس ويقاتلوهم في عقر دارهم إلى أن قضوا على الإمبراطورية الساسانية نهائيا. زالت من التاريخ، لم يعد هناك الإمبراطورية الساسانية. وكان هذا في حدود سنة 22 هجري، وكانت آخر معاركهم في نهاوند اللي تسمى أم المعارك، وصاحبنا ساهم فيها مساهمة فعالة. فلهذا بعد مباشرة بعد معركة نهاوند عمر بن الخطاب عينه واليا على الموصل. هنا بدأت مرحلة أو الإعطافة لهرثمة في إدارة الموصل. ما هي أبرز إنجازاته وافتتاحاته؟ ما هي إنجازاته خلال حروب الردة؟ يعني عندنا سؤالين راح أدمجه لسؤال واحد، أبرز إنجازاته وفتوحات وإنجازات خلال حروب الردة لهرثمة البارقي. يعني الإنجازات في الحرب ما هي؟ أقصى إنجاز تحقق أن تنتصر على عدوك. انتصر على من؟ فانتصر على المرتدين في دبا في الجنوب العربي اللي هي قريبة. طيب هذه أبرز انتصارات ومن ضمن انتصارات كثيرة حققها في الخليج العربي. هاي بالبداية حروب الردة. ثم انتقل بعد ذلك إلى البحرين وأخذ قاتلهم في الجزر الموجودة في منطقة البحرين. وكانوا يتعاونون مع الفرس. فلما انتصر عليهم ما وحده طبعا، إلى جانب قادة آخرين. انتقلوا إلى مرحلة أخرى اللي هي فتوحات تحرير العراق. طيب انتقل إلى آخر سؤال حتى أختم بها الفقرة الثانية واللي تكلمنا بها عن مسيرة البارقي. طبعا يقول السؤال، أشارت العديد من المصادر إنه كان من أبرز دهات العرب ومن ذوي الرأي والمكيدة في الحرب، أين تجلى ذلك؟ يعني وحدة منا على سبيل المثال الخديعة اللي خدعوا فيها الروم في معركة تكريت. أعظم الانتصارات اللي حققها أي جيش هو أن ينتصروا بدون قتال، فانتصروا على الروم. حدث في الموصل أولا في تكريت عند فتح الموصل، ثم عند فتح الموصل أيضا عملوا خديعة أخرى وفتحوا الموصل بدون أن تسفك دماء وبدون أن يقتل أحد. دليل على نباهته وذكائه، فهذا يدل على أعظم ذكاء يحققه أي مقاتل. طبعا هون راح أبدي بفقرة الثالثة وهي أبرز ما عرف به هرثمة، ولكن هاي أعتقد راح تكون دسمة شوية، الأسئلة طويلة عندي هون. تحملني شوية دكتور هاشم. طبعا اللقاء والحوار ربما يكون ثقيل أو ممتع في نفس الوقت وكثيف القصص والحروب والإنجازات. طيب أبدأ بالسؤال الأول، يقول اقترن اسم عرفجة بن هرثم البارقي بأمر إعادة تخطيط مدينة الموصل وتعميرها، فكيف كان ذلك؟ في العصور الإسلامية، في العصور الإسلامية سياسة الدولة الإسلامية كانت أنه ما تسكن الجيش المقاتل في المدن القديمة مع السكان القدماء كي لا يحصل احتكاك واصطدام ومشاكل بين ذول العرب الجاي من جزيرة العرب مسلمين وبين سكان المدينة القدماء. ففي البصرة لم يسكن العرب في الأبلة، الكوفة أيضا خططوها وأسكنوا العرب فيها ما أسكنوا في الحيرة واللي هي مدينة قديمة. في مصر الفسطاط لم يسكنوا في القاهرة، عملوا الفسطاط. لما جاء الموصل أيضا لم يسكن المسلمين في الحصن لأن فيه بيع للنصارى وفيه محل لهم ومحل لليهود، وبالتالي ما أراد أن يضايق السكان القدماء في هذه المكان. فخارج الحصن يكون اختار أرض فسيحة تقع في شرق غرب الموصل وجنوبها. خططها نقطة الارتكاز اللي اعتمدها، اختار أرض واسعة فقالها هنا يكون المسجد الجامع. لأنه تعرف مكان صلاة المسلمين ومكان تجمعاتهم وقراراتهم، فاختار مكان للجامع. من الجامع انتقلت خطوط مستقيمة إلى الأطراف، فعمل خطوط تنطلق من الجامع وخصص لكل يعني عشيرة أو قوم من العرب الفاتحين مساحة.
وقلم هاي بيناتكم تسموها، كل عائلة تأخذ لها قطعة وتبني فيها. نعم. هذولا لما أخذوا هذه القطعة الأراضي بدأوا يبنوها، وعلى الأرجح أنه بدأوا يبنوها بنفس المواد الشائعة في الموصل. في البصرة كان عندهم القصب وكان عندهم اللبن، في الموصل ما عندنا القصب واللبن، إيش عندنا؟ الجص والحجر. فعلى الأرجح هؤلاء البناة الأوائل بنوا بيوتهم من جص وحجر. نعم. أكو نقطة أخرى، عمر بن الخطاب كان دائما يوصي القادة الفاتحين لما يخططون مدينة ما يخلون بينها وبين المدينة المنورة لا بحر ولا نهر، إنما تكون مفتوحة المسافة بيناتهم حتى تبقى المواصلات قائمة. فلهذا هو لما خطط الموصل ما خطط بالساحل الأيسر قرب النبي يونس في الأيمن، نعم، إنما خطط في الساحل يعني كان قصدي انه ما يكون بينه وبين مكة نهر على او بحر، الجزيرة الفراتية فماكو بين نعم ها وبين جزيرة العرب اي حاجز. هاي معلومة نضيفها لمعلوماتنا عن مدينة الموصل. وفي نفس الوقت اغلبهم كانوا رعاة جمال، فهاي المساحات الواسعة نعم تصلح مراعي. اكيد الجمل ما يقدر يعبر نهر، لان هاي مشكلة. نعم. اكو نقطة اخرى في البصرة والكوفة والفسطاط، نعم، القائد عمل له بيت سمانه دار الإمارة إلى جانب المسجد. هرثمة ما عملوا دار أمارة، ولا أكو أي نص يشير إلى أن هرثمة بنى دار أمارة. فيبدو كان يدير شؤون المسلمين إما من الجامع أو من بيته. إذن يقودني هذا الكلام إلى سؤال، قام أيضا بتوسعة المسجد الجامع الذي بناه عتبة بن فرقد السلمي والذي أصبح يسمى بجامع المصفى. ما الذي أضاف هرثمة في هذا الموضوع؟ لا والله أنا أعتقد المعلومة الجامع الصحيحة أن هرثمة هو أول من بنى الجامع. نعم. ما وسع عتبة بن فرقد السلمي لم يقم عتبة ببناء الجامع، إنما البنان هرثمة. نعم. هرثمة. نعم. فهو أول من بنى هذا الجامع، وكان يسمى المسجد الجامع. لكن في العصر الأموي لما عدد المسلمين ازداد والجامع بعد ما يكفيهم، نعم، قام الوالي مال الموصل ذاك الوقت بتوسعة الجامع. طيب. فلهذا قاموا يسمونه المسجد الأموي، لأن الأمويين هم اللي إيش وسعوا اللي بنوا ووسعوا المسجد. وراح يظل هذا الجامع يتوسع في كل عصر إلى أن نصل إلى أواخر العهد العثماني. فالمسجد لما يخرب ويضعف وكذا، أحد الصاغة في الموصل يشتغل صاير ويصفي ذهب، نعم، أعاد بناؤه وتنظيمه فسمونه جامع المصفي. جامع المصفى. وإلى اليوم أهل الموصل يسمون هذا الجامع جامع المصفى. نعم. بنى هرثمة المدينة الحديثة شرق دجلة، ما هي معالم هذه المدينة؟ هي طبعا كما تتخيل الآن مدينة مستوية على أرض واسعة، يقع في مركز الجامع وتمتد حول الجامع عدد من الأسواق والمحلات اللي تؤدي خدمات للناس، وتحيط بها المحلات القديمة. وهنا أكو ملاحظة كثير ناس يجهلوها، الموصل في زمن هرثمة ما كان تقع على نهر دجلة. نهر دجلة كان يمر من أمام سور نينوى، شارع المجموعة الثقافية الآن. لا. النهر كان يمر من هنوك. إيه. في زمن الأموي، في زمن حر بن يوسف، حولوا على ما أعتقد عمل طلع مسار جديد للنهر، عمل فرع للنهر، فأخذ يمر من مجرانه الحالي اللي هو بني المقلعات والجسر العتيق وما إلى ذلك. كان أكو قصر ما بين النهر والمدن المدينة، كان أكو يعني الوالي كان يسكن في منزل يفصل منزله عن شعبه. لا، هو هرثمة مثل ما أخبر ما بنى له قصر، وكان رجل متواضع، يعني كان يسير على سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما بنى دار أمارة، كان يسكن ببيت عادي حاله حال طيب بقية المسلمين ويدير شؤونه من المسجد. لكن في الزمن الأموي، نعم، زمن الحر بن يوسف، نعم، بنى قصر مشتهر باسم قصر المنقوشة. قصر المنقوشة. المنقوشة لأن كان منقوش وبينه سيراميك وبينه ترف. جميل. دكتور، طبعا هرثمة عين كذلك منازل لبعض العرب النازحين
إلى الموصل، وقام هرثمة أيضا بتوطين 4000 من الأزد والطيء وكندا وعبد القيس في الموصل، فكيف ساهم ذلك في تحديد الهوية العربية لمدينة الموصل؟ واضح، أنا كما قلت لك قبل قليل، هو لما ذهب لتحرير أجزاء من فارس في خراسان وغيرها، لما رجع معانه 4000 مقاتل اللي هم هاي أبناء هاي القبائل، وأذول استقروا في الموصل وبنوا لهم بيوت واستمروا في حياتهم في الموصل، فهذول هم آباء أهل الموصل القدماء. جزيل الشكر لك أستاذ دكتور هاشم الملاح، طبعا أنا سعيد بوجودك معي وتعبتك بالأسئلة أعرف، لكن هاي قامة مقامات الموصل هرثمة البارقي، وأشكر قناة الموصلية على عنايتها بتراث المدينة ورجالها العظام وقاماتها، وأتمنى لكم الموفقية والنجاح في خدمة هذا البلد العظيم إن شاء الله. بارك الله بك، الله طول بعمرك إن شاء الله، وتك صحة وعافية ويديمك إن شاء الله. شكرا جزيلا، تحياتي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.